تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. موسيماني يقرر عوده 5 لاعبين من المعارين للنادي الاهلي، 3 اكد بنسبه 100% عودتهم للنادي الاهلي، ولكن في 2 لعيبه لسه حتى الان ما اخدش القرار النهائي بعودتهم. قبل ما نقول لكم مين هم ال5 لاعبين، حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناة وهتفعل زر الجرس وهتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الأهلي. خرج علينا الإعلامي سيف زاهر وقال على اللعيبة، أنا ممكن كنت قلت لكم أسامي اللعيبة، ولكن سيف زاهر يعني أنا بحب أجيب لكم الكلام من مصدره مع عشان ما حدش يقول لي أنت جايب الكلام ده منين، الكلام ده من دماغك، أنا بجيب لكم الخلاصة من البرامج. ممكن أطلع أجيب ورقة وقلم وأكتب الأسامي بتاعة اللعيبة وأقولها أكني أنا صاحب الخبر أو المصدر أنا جايبه من مكان أو من داخل النادي الأهلي، ولكن أنا ما بحبش كده. أنا أحب أجيب الفيديو بتاعي من خلال المصدر إذا كان إعلامي أو صحفي أو حد مثلا موثوق فيه. في الفترة الأخيرة إعلاميين كتير سقطوا كما تسقط أوراق التوت أو أوراق الشجر، منهم سيف زاهر، ولكن على الصعيد الخبري لا، هو مميز. مميز مش معنى ان هو مميز ان هو بيجيب يديب من ديره، لا، عنده فريق اعداد قوي بيجيب له الاخبار من داخل مصادرها. مش هطول عليكم، هندخل ونسمع سيف زاهر قال ايه ونرجع نعقب على الاسماء الخمسة وانتوا رأيكم ايه في الاسماء دي. نسمع مين هم ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. ما يخص ادارة الاهلي حط الملفات قدام موسيماني في التعاقدات وفي المعارين عشان يختار ما بينهم. حتى الان اكرم توفيق، احمد ياسر ريان، محمد شريف، دول اللي على رادار الراجل، ودول الراجل قال ماشي اوكي. لسه في 2 هما بيقولوا له هتشوفهم هتاخدهم. انا بقول لكم عشان الامور تبقى واضحه، ناصر ماهر وصلاح ناصر. صلاح طبعا النهارده يعني متالق بشكل كبير، وناصر الحقيقه عامل شغل رائع مع سموحتين لعيبه كبار جدا جدا. خلاص، فالراجل في 3 أو 4 معارين السنه الجايه هيرجعوا للنادي الاهلي، ده خلاص من المؤكد. النادي الاهلي بسريه تامه عنده 4 لعيبه جدد معاهم عضو في السر، كان في ناس فاضل لها سنه وناس فاضل لها سنه ونص. كان في ناس فاضل لها سنه وناس فاضل لها سنه ونص. دول اللي جدد معاهم عضو. سمعنا سيف زاهر قال ايه؟ اتكلم على 5 لاعبين من المعارين من النادي الاهلي، وهم كالاتي اسمهم: احمد ياسر ريان، مين تاني؟ اكرم توفيق ومحمد شريف. الثلاثة دول اكد على عودتهم للنادي الاهلي بصفة نهائية، والنادي الاهلي ادى تقرير لموسيماني قال له في 2 لعيبة، صلاح محسن وناصر ماهر، وقالوا له لما هتشوفهم هتقتنع بيهم ان هم راجعين. اذا في 5 لاعبين هيرجعوا الموسم الجاي للنادي الاهلي، 5 لاعبين: احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، محمد شريف، صلاح محسن، وناصر ماهر. 5 لاعبين دول صفوه اللاعبين المعارين من النادي الاهلي واللي ظهروا بمستوى قوي ورائع الفتره اللي فاتت. موسيماني قال للجنة التخطيط وروني الملفات والسيديهات للعيبة المعارة، فأدوله 3 لعيبة، أحمد ياسر ريان زي ما قلنا، وأكرم توفيق، ومحمد شريف. قالوا له التلاتة دول اتفضل أهما، قول لنا إيه رأيك، اتفرج عليهم. طبعا عدوله تقرير لعبوا كام دقيقة، لعبوا كام ماتش مع الفرق المعارين ليهم، بلعبوا بصفة أساسية ولا بصفة احتياطية، سرعات اللعيبة، كم انذار حصلوا عليه اذا كان انذار اصفر او انذار احمر، يعني تقرير شامل وكامل ووافي على الاسامي دي. بالاضافه ادوله احمد ياسر ريان وناصر ماهر، ناصر ماهر وصلاح محسن، الاثنين دول في ماتش سموحه مع الزمالك ادوا مباراه على اعلى مستوى. ناصر ماهر ده خليفه عبد الله السعيد، بدون مجاملات ولا بدون نقاشات، الراجل تقيل على الكورة، اخد خبرات من مشاركته مع سموحة، لو كان متواجد في النادي الاهلي ما كانش هيحصل عليها
يعني الخبره بتيجي بعدد المشاركات الكتيره، بالاحتكاك القوي مع فرق قويه، بالمدارس اخرى، يعني فرق اقوى فرق اقل، انت مع المشاركات بتكتسب خبره، ده غير الموهبه اللي ربنا مديها لك. اما بخصوص صلاح محسن، كلنا شفنا الهدف، يعني الهدف يعني من طراز مارادونا، من طراز رونالدو، من طراز ميسي، هدف ولا اجمل ولا اروع. طبعا مش هنقيس عودته للنادي الاهلي علشان الهدف، لا، هو مجمل مشاركاته ومجمل تحركاته وايجابياته على المرمى، كل ده بيتحط في الحسبان وبيتحط في السي في بتاعه او في السيديهات المقدمه الموسيماني علشان يختار كده. ان شاء الله عندنا 5 لاعبين يستحقوا التواجد بالنادي الاهلي. في لعيبه في النادي الاهلي حاليا لا تستحق الجلوس على الدكه، مش انها تبقى في النادي الاهلي اصلا، او تبقى مثلا بتلعب في النادي الاهلي، ما تستحقش انها تيجي وتقعد او تلعب او تلبس تيشيرت النادي الاهلي. لكن اللعيبه الخمسه دول فعلا اجادوا في الفرق اللي اعيروا ليها. يعني النادي الاهلي كان عنده بعد نظر ان هو اعار اللعيبه دي علشان يرجعوا له مكتسبين خبره، ولكن اتمنى ان اللعيبه دي ما تقعدش في الدكه، لان لو رجعت للدكه هيبقى في يعني ايه، زي ما تقولوا كده، الواحد لما يبقى عنده الحميه وعنده القوه وعنده الطاقه وفجاه تروح مهبطه مره واحده، هتفقد منه الكثير من الايجابيات في المباريات. النادي الاهلي كده في 5 لاعبين زي ما قلنا: احمد ياسر ريان، محمد شريف، اكرم توفيق، وفي عندنا 2 لم يتم في امرهم حتى الان: صلاح محسن وناصر ماهر. ولكن الخمسه بنسبه 99% ان شاء الله هيتواجدوا الموسم القادم مع النادي الاهلي. انتوا رايكم ايه يا اهلاويه؟ هل انت مع قدوم الخمسه مره واحده، ولا في ناس تستمر اعارتهم لموسم اخر، ولا كلهم يرجعوا؟ ومين انت من وجهه نظرك كمشجع شايف مين افضل واحد في الخمسه؟ هما طبعا كلهم بيلعبوا في مراكز مختلفه، ولكن في لعيبه، في يعني احمد ياسر ريان وصلاح محسن رؤوس حربه، انت عندك في باقي اللعيبه في نص الملعب، في عندك، احنا بنفتقد للمدافعين بعض الشيء، ولكن الخمسه دول المعارين حاليا هم اللي هيرجعوا للنادي الاهلي ان شاء الله. لسه في بت في امور اخرى، تقريبا حسين السيد هيطلع اعاره ثانيه تقريبا بنسبه مثلا 70-80%، وممكن يكمل حسب موسيماني ما يقرر. الراجل في قدامه ملفات كتيرة وملفات عدة، وهيدي لكل واحد فرصته. الراجل عنده عدالة غير عادية، وشفنا مع صالح جمعة قرر ان هو يديله 10 دقايق، وان شاء الله الماتش الجاي ياخد ربع ساعة ونص ساعة لغاية ما يرجع لمستواه المعهود. الفيديو بتاعنا انتهى النهاردة، انا بشكركم. ما تنساش حضرتك تدعمنا بلايك للفيديو، وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش في القناة، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.